كده عندي صينية الرقاق دلوقتي هنعملها مع حضراتكم. هنعمل صينية رقاق جميلة. عندي رقاق بلدي لحم مفروم وبصل، وعندي توم، طماطم، بهارات، زبدة، مرق، كرفس، كرات، جزر، ملح وفلفل. كل الكلام ده جميل وزي الفل. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. ادي اول حاجة نعصج اللحمة بتاعتي، نحط طاسة على النار، وادي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزر اهي، انا عايز اخلي طعم اللحمه جميل، عايز طعم التعصيجه جميل. ادي كرات، ادي فصين توم كده اهو، دي الزبده السايحه بتاعتي، احطها على النار معاها مرق. نحط الاول هنا حبه زيت، ننزل بالتحبيشه الجميله دي اهو، وادي حبه هنا كمان. صلى على النبي. هنا برضو كده بنقلب. سن الطماطم هنا، شوية بهارات، وادي بيت البهارات هنا، شوية زعتر هنا، شوية هنا، سن جوز الطيب. نعم يا فندم. كده هنا ادي اللحمة المعصلجة. كده بقى اشيل كل الحاجات دي. حبة زبدة فريشة اهي، دي عشان صينية الرقاق. نشيل دول بقى خلاص ملهمش لازمة اهو. نصلي على حضرة النبي اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنقعدين كده ضاغطين بداية. وادي اللحمة بتاعت اتعصجت اهي. شخلل زي ما بيقولوا، لازم تشخلل. معلقة سمنة هنا، لما بتشخلل كده بطمئن ان هي بقت تمام. عندي هنا ادي الزبده بتاعتي او السمنه. اهي. يا اخي الله، لو انت سمعت حاجه يا ضنايا، يا ضنايا القلب. شفتوا بقى؟ يعني يما دي السمنه بتاعتي. قوم بقى ايه يا سيدي، اقوم جاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بص على ذكر البط كده اهو. انت اللي جرك بقيت كده، يا نهار اسود. انت بتاخدها وخدم اهي كده، وبالله بالشوربه وراجع كده. تمام يا ابويا. تاني اهو. حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده مروحة حرف اكس الاول، بعد كده سامبوكسات او مروحه او مثلثات. ايه بقى فرق السامبوكسات والمثلثات يا عمي؟ طيب كده هنا حته زبده اهي. يلا يا باشا قوم بقى ايه
اروح جاي كده اهو في الفرن. صلاه النبي عليك اللي مراقبني، اذكر الله، صل على النبي.